يعني جيت مسافرة زين فبالكاونتر دا أشوف إنه إحنا واقفين سرعة أكيد، فأجى شخص ضرب السرعة وراهم أبرد. سافرنا، خلصت السفرة، رجعت بيوم الرجعة نفس زيت الشخص، همين نفسه وهمين ضرب السرعة. أنا ما قدرت أسكت، قلت له أنت ما تستهم وعيب عليك، شنو هالتصرفات هاي؟ يعني شو احنا مو واقفين؟ ليش ما تحترمنا؟ هاي العالم الواقفة يعني، واذا الواحد ادى واسطة كنا نقدر نطب وما ادري شنو. اي انسان عادي هسه يقدر يعني يطب ويضرب سلام، عيب، واقفين احترمنا شوية وكنا تعبانين وما ادري شنو. كان يقول يوتو الا متى تقوم بهذا الغباء وتشاليش؟ ليش الفضول هذا؟ عبيت هاي الجمل زين. اشكرك ورحت. انا اقدر اجاوب بس بالعالم. اوكي افتح ورحت. انا جيت مسافر.